الحين راك طالب بالمادة 7 والمادة 8، ما فيش ما يعبر على 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 المادة 7 ولا 8 من غير الانتخابات. المواطن عنده إمكانية بسيطة ولكن لها دلالة قوية جدا، ورقة تاع التصويت يحطها في صندوق ينقذ بلاد، ينقذ بلاد، يمنع النزيف تعدم، يمنع كل المشاكل كل المصايب اللي قادرة تسلط بالبلاد. مجرد ورقة يحطها في واجب وطني. صوت صوت على من حبيت، صوت بلا، صوت بنعم، صوت، ولكن روح صوت، ما تخلي حتى واحد يضغط عليك باش ما تصوتش، لأن راك أولا المواطن طالب الحقوق تاعك كاملة. هذا من أدنى الواجبات، حق وواجب في نفس الوقت.